لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. نكمل إخواني أخواتي الحديث العظيم الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليطيب خواطرهم بعد أن تضايقوا أن كيف وزع النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم لقريش والذين أسلموا حديثا وترك الأنصار الذين آووه ودافعوا عنه وحاربوا معه، وطبعا ليس الكل الشباب منهم. فبعد أن سمع منهم وقالوا ما قالوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال شنو يعني قام تمنون علي ان انتم اللي نصرتوني؟ ترى شنو، انا جيتكم كنت ضلالا فهداكم الله، كنتم تعبدون الاصنام تعبدون الاحجار واشجار، فانا دعوتكم الى الله فعبدتم ربا واحدا فاسلمتم، وكنتم شنو متفرقين، الاوس والخزرج والقبيله هذه القبيله هذه وحروب بينكم، فلما انا جئتكم قلت لكم المسلم اخو المسلم، وقال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه فجمعكم الله بي. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ عالة يعني فقراء، ما عندكم شيء، بس لما جاء الإسلام ونصرتوني وصار في حروب وصار في غزوات وصار في غنائم أغناكم الله، فأنتوا على شنو تتمنون علي؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقول إحنا يضع النقاط على الحروف، يمشي وياهم خطوة خطوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يقول لهم شيء شيئا يقولون الله ورسوله أمن، كانوا نزلين راسهم مثل ما أقول حم مستحين يعني خجولين من أنفسهم. فكان كل ما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، المنة لله ولرسوله. ثم ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ شيكم ما تردون؟ لو انكم قلتم لا صدقتم وصدقتم. ترى شوفوا انا مو حاطكم هني وابي اظلمكم، لا لا اعوذ بالله ان اظلم، انتم لو قلت لشئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، يعني انتم لو تبون تتكلمون وتقولون الصدق واصدقكم على ما تقولون، ما راح اكذبكم. شلون انتم ممكن تقولون جئتنا طريدا فاويناك، فقيرا فأغنيناك، ضعيفا فنصرناك، يعني يا أنصار أنتم ترى ممكن تقولون شنو يا محمد، ترى أنت جئتنا طريقا لأن قومك اللي طردوك وإحنا اللي آويناك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء الأنصار، وأنت جئت ما فقيرا ما عندك لا ما عندكم لا مال ولا دار، إحنا اللي عطيناكم، ما عندك جيش، إحنا اللي أعطيناك الأسلحة والجنود، فممكن تقولون لا صدقتم ولا صدقتم. ثم ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تريدون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتردون برسول الله؟ يعني شو شنو تبون؟ خلاص خلي يأخذوا الغنائم، أنتم ما تبون أن غيركم يرجعون معهم الإبل والغنم والأسلحة وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريدون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، يعني يأخذون الدنيا وأنتم ترجعون يعني إلى المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعطاهم مقارنة، هم قام يرجعون بيوتهم وياهم ذهب وفضة وغنم وإبل، وأنتم ترجعون ما عندكم الأشياء، لكن عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سلك الأنصار شعبا
وواديا وسلك الناس شعبا واديا غيرهم لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. شوفوا شوفوا شلون تطيب الخواطر، رفعهم فوق في السماء، الله مرضى أن يستحقون، والله يستحقون، أعطاهم شوفوا شوفوا الهدايا، الهدايا المتتابعة. شوف ماذا قال لهم؟ أنتم ترجعون برسول الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات في مكة، مات في المدينة، عاش بينهم إلى أن مات. وأيضا ماذا قال لهم؟ الأنصار شعار والناس دثار. شنو معناته؟ يعني معناته أنتم أقرب إلي من الناس. يعني شنو معنات شعار ودثار؟ منهم من قال الدثار هي الثياب الظاهرة، والشعار هي الثياب الداخلية التي يعني تباشر بشرة الإنسان وشعر الإنسان، تكون ملاصقة. يعني أنا الحين لما أدخل البيت أنا أغير الملابس، هذه الظاهرة أخلعها وألبس غيرها، لكن ملابس داخلية ما أغيرها. فقال هكذا أنتم الأنصار، أنتم أقرب إلي. لو سلك الناس واديا وشعبا، الناس راحوا صوب والأنصار راحوا صوب، أنا مع الأنصار. شنو تبون بعد أكثر من كذي؟ أنا معاكم. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام رفعهم رفعهم رفعهم، لكن لا في شيء يعني ما تصلون إليه اللي هي مرتبة الهجرة. قال لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، يعني ليش؟ إن الهجرة أفضل من قضية النصرة. زين كان أنا الحين واحد منكم، لكن لا، الهجرة هذه أفضل، المهاجرون أفضل من الأنصار. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم، هم متأثرون يبكون، قد يعني طأطأوا رؤوسهم. قال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. شوف شلون النبي عليه الصلاة والسلام طيب خواطرهم ومدحهم وبشرهم ودعا لهم ولأولادهم ولأحفادهم. عشان شنو؟ بس بيوضح لهم أن الدنيا مو كل شيء. إذا أخذوا الدنيا أنتم أخذتم رسول الله، أنتم أخذتم دعوة رسول الله، أنتم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الناس. هكذا ينبغي للمسلم أن يحفظ حق المودة والصحبة والنصرة، ما تركهم ولا أهملهم، وهو رسول الله. يعني هو ما تراجع، ما قال لا بس خلاص خلكم أنا، تعالوا راح أجيب الأموال مرة ثانية وبوزع الأموال لهم، وأنتم لكم رسول الله، أنا طريقي وياكم وحياتي وياكم وموتي وياكم في بلدكم في المدينة بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالفعل مات النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ودفن في المدينة، ما رجع إلى مكة، مع أن مكة أشرف من المدينة. هكذا ينبغي المسلم أن يتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تطيب الخواطر. أسأل الله سبحانه وتعالى